مرحبا. الإبيليبسي، كهربة الرأس، داء الصرع، هزة حيط، شو هي المزبوط؟ شو تعريف كل كلمة؟ إذا هن نفس الشيء هن لا، كل وحدة حالة معينة. اليوم رح نستقبل معنا بخليك بصحتك لحلقة اليوم، رح نستقبل بالفقرة الأولى هلا درويش. أهلا وسهلا فيك هلا. هلا، أنت متخصصة بالجهاز العصبي والوظائف الذهنية. مظبوط. كل بس بدي أقول أنه أنا ممرضة متخصصة. ممرضة متخصصة وعاملة بدكتوراه. نعم. هون مثل ما هلا كنت عم بقول، في عنا كذا حالة. أيام يمكن تكون هي بالعامة منقولهم، بس هن بيكونوا different cases، حالات مختلفة. هن زيتهم. هون في عنا كمان نسمع بالميجران. اوكي. الميجران شيء ثاني، الميجران وجع راس. نعم. يعني بالعربي بيقولوا له داء الشقيقه او صداع، بس ميجران ما خصه بالابيلبسي او بالسيجرز. اوكي. السيجرز او نوبات الصرع، نعم، بالعربي هن فيهم يكونوا عارض لشيء ثاني. اوكي. يعني شخص صار عنده هزه، بالعربي كمان مرات بيقولوا له هزه حيط، بس هي يعني ريلي ما لها معنى هيدي هيدي الكلمه. بصير في مثل خربطه بالكهرباء بالراس. نعم. بالدماغ، بتؤدي لهالحاله. نعم. فيها تكون رشفه او فيها تكون هزه مع تشنجات. نعم. فيها يكون اول شيء هدول السيجرز هن عارض لشيء ثاني. يعني أوكي. ممكن الشخص يكون عنده خربطه بالمعادن او خربطه بالسكر او 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 اي شيء ثاني، ورم بالراس او شيء ثاني. او اذا ضلت تتكرر هيدول العوارض، ضلت تتكرر النوبات واجمالا بتبلش بعمر صغير. أوكي. عند الاشخاص ساعتها فينا نقول انه شخص عنده ابيلابسي، بتشخص اكيد عند حكيم الجهاز العصبي. نعم. نورولوجيست. وهيك ساعتها بصير اسمها ابيلابسي. اوكي. هلا في اشاير، نحن اذا كنا موجودين بمحل والشخص يمكن يكون مخبر او يمكن ما بيكون مخبر، اوكي، داير مداره انه هو معه ابيلابسي. في اشاير بتبين، بس هي كمان شوي ممكن تكون بتشبه اشاير حاله ثانيه. الاشاير تبع الابيلابسي كمان صحيح انه الابيلابسي في مختلف كايات لها، مختلف حالات، وكل حالة عندها أشيرة. هيك كجنرال، بالإجمال، شو هن أكثر الأشيار يلي ممكن نخلينا نعرف أنه هذا الشخص معه إبيليبسي؟ في عنا طريقة نحكي فيها بعد شوي، طريقة معينة نتصرف معه فيها. هلأ في عدة أنواع للإبيليبسي. فيها تكون بارشل، يعني جزئية، بتأثر بس على ميلة واحدة من الدماغ. بتأثر مثلا على بس هزة ايد، او في اشخاص بتحسيهم قاعدين وصافنين غايبين عن الوعي وبعدين بيرجعوا. وفي مرات بتبلش بس انه بارشل من ميلة واحدة من الدماغ وبتمت، بتصير جنرالايز. وهيدي الهزة ومرات بتكون جنرالايز، بتكون من الميلتين من الدماغ. بس اذا الشخص يعني زادت الهزات والتشنجات لصارت تونيك كلونيك اسمها، يعني بصير كله عم بهز كله سوا. مرات في لهدول الاشخاص بحسوا هن انه هيدا انه جاي الهزه، بشموا شيء او بحسوا بشيء، او مرات بصير في وجع راس بعدين بتجي وراء الهزه. كل شخص ديفرنت عن الثاني، بس هو مع الوقت بصير يعرف حاله، يعني بصير يعرف. وفي اشخاص ما بيكون عندهم ولا اي اشاره قبل. اوكي. هلا اذا صار كان شخص بمكان عام وشفنا نحن انه في شخص بلش يهز، اجمالا بيغيبوا عن الوعي وبيوقعوا على الارض. اللي مهم نعمله انه نبعد كل الاشياء اللي حواليه اذا في شيء بيأذي. ايه اكزاكتلي، بدي اسالك هون شو الاشياء اللي لازم نعملها، كيف لازم نتصرف؟ يعني في اشياء ممكن نعملها تاذي للشخص، هون شو لازم نعمل؟ بعتقد هون لازم كمان نتصل بالصليب الاحمر على 140. اكيد ضروري نتصل على ال 140، نتاكد انه في من سلامه الشخص اول شيء، انه ما في شيء حواليه حيطرق فيه ويأذيه. اذا فينا نحط اشياء كوشنينج مثل مخدات او جاكيت او شيء،
ونتصل بالصليب الأحمر وبنتركه للشخص. إذا شفنا بس إنه معقول يأذي حاله يطرق بشيء أو عم بيعض بشكل يعني ممكن يأذي حاله، ساعتها ممكن نتدخل، بس هو الأفضل إنه ما ندقره. ممكن الهزة تكون من دقايق لها 12 دقيقة. هلا بتصير خطرة إذا طولت أو كانت ورا بعض، بصير اسمها ستاتوس إبيلابتيك، بس هيدول رير، هيدول كتير أقلية يعني ممكن تصير. أوكي. وبعدين الشخص بيفيق لحاله. هلا بس يفيق الصليب الأحمر بيعرفوا إنه يبرموا الشخص على ميلة الشمال ويغطوه ليكون دافئ، وإجمالا الشخص بس يوعى من النوبة ما بيكون كتير ما بيكون دايخ أو نايم، وما بيكون كتير واعي للي صار معه. نعم. ممكن نلاحظ إنه خلال النوبة في أشخاص بينزل ريق من تمهم أو بيصير معهم أكسيدنت، حادث بفلتو بول. أوكي. كمان نحن انا كشخص مع ابيليبسي، اوكي، انا شو بيتوجب علي اعمل؟ لانه انا بالمجتمع ممكن في عالم بخافوا بس يشوفوا سيجر، ما بيعرفوا السيجر كيف بتكون، بخافوا. انا اوكي اذا حكيت بيكون افضل طبيعه الحال، اصلا هذا الشيء كمان بيريحني لإلي، بس اوعى يكون العالم منا عامله بانيك داير مداري. انا وقت اكون بمطرح عارفه حالي كراودد، عارفه حالي في كثير عالم، شو المفروض اعمل؟ يعني يمكن ما بعرف، لازم ينحط بريسلت؟ ضروري ينحط بريسلت، ينقال. اذا في شخص قريب معه واحد بيوثق فيه خبره، يقول له انا عندي ابيلابسي ممكن يصير معي هيك شيء، بس يقول له شو لازم يعمل. يعني الافضل اذا ما بيعرف شو لازم يعمل يخبره شو لازم يعمل بهيدا الحال. وهلا اللي نحن عم نعمله اللي هو توعيه للكل لحتى اللي يعرفوا انه اذا they witness اذا شهدوا هيك حالي ما يعملوا بانيك، ما يهجموا كلهم سوا على الشخص، يعني يتصرفوا بوعي، وما في شيء بخوف. ما هيدا يعني شيء بخوف ابدا. في كثير مس، في كثير اساطير حوالي الابيلابسي 100%. هيدي دائما بنسمعها، في كثير اساطير حواليها ما منهم مزبوطين. يعني العالم بيعرف اكزاكتلي هلا شو الابيلابسي، وقليل العالم اللي بيحكوا فيها بعدهم. مزبوط. في كثير اشياء بعدنا بلبنان ما هيدا المشكلة، يعني نرتاح معها اكثر. هي مشكله واحده من العوامل الاساسيه. هون اذا بدي وجه هيك كلمه صغيره للاهل ام للشخص كرمال تيخبر، اوكي، تيحكي ويقول انا معي ابيليبسي، ما يستحي بالموضوع، ما يحسها مثل عبء عليه. اوكي، هون كيف ممكن انا أنه كيف ممكن خليه أنه حسس أنه أوكي ماشي الحال معك إبيليبسي، ما تعطي الهم؟ هي أنا بتصور الشخص بيرتاح أكثر إذا تصرفات الناس معه كمان تغيرت. يعني إذا الشخص لقى أنه كل الأشخاص عم بيتعاملوا معه different، غيروا بتصرفاتهم، بصير بيتقبى أنه يخبر. أنه إذا أنا حفرش نظرة عطف او نظره انه يا حرام، شفقانه، الاشخاص ساعتها ما بدها تشوف هيدا الشيء، لانه هن اشخاص طبيعيين، ما بدهم يشوفوا هيدا، بيتجنبوا، بصيروا بيتراجعوا انه لا شو بدي بهالشغله، خلص ما ضروري حدا يعرف. سو الافضل للاشخاص العالم الباقي انه يتسمعوا، بس يتسمعوا، اذا في شيء ما بيعرفوا يسالوه، يعني يسألوا عن اللي ما بيعرفوا، وبلا الجادجمنت، يعني بلا انه ما الواحد يعمل ليبلينج للشخص الثاني. اوكي، والاهل المفروض هن يكونوا اساسا بيعرفوا كل شيء لازم يساعدوا ابنهم. اكيد. كيف مهم بالمدرسه كمان، خصوصا للاولاد الصغار، انه المدرسه تكون تعرف والمعلمه تكون تعرف، ويكونوا يعرفوا شو لازم يعملوا بهالحال. ويخبروا رفقاتهم، يخبروا الاولاد الباقيين انه ما يرجعوا انه اذا صارت نوبه بالمدرسه انه ما يرجعوا ما يتعاملوا مع هالولد بطريقه مأزيه. اوكي. ما بعرف، هون انت يمكن بتصادفوا حالات معينه اكيد بالمستشفى، شو يعني شو اكثر حالات بتلاقيهم ام شو ممكن يخفف هالعوارض؟ يعني انا اليوم بعرف معي كهربة راس، بعرف الحكيم مخبرني عن سيمتمز معينين أو عن أشياء معينة لازم أتفاديهم، ما لازم أعملهم. صح. أوكي. فيك تعطيني كم مثل؟ كل شخص ديفرنت عن الثاني، حسب هن الكيس تبعوله. بس بالنسبة يعني أهم شيء للشخص إنه يعرف مزبوط
شو العوارض تبعوله. ببدايه المرض ضروري يخبر، ضروري اذا الحكيم قال له ما تسوق ما يسوق مثلا. بالاجمال ممنوع يسوق، ممنوع يسوق، صح. بس نحن عندنا ما كثير بنلتزم، بس ضروري يلتزم لسلامته وسلامه غيره. ثاني وحده هي بس يصير خلص عرف هو شو الكا تبعوله وعرف شو السيمتومز تبعوله، كمان يعني يوصل لتقبل كمان للوضع اللي تغير بحياته. ضروري المتابعه مع الحكيم، لانه في اشياء بده يضل عم يعملها، واذا بيضل عم يعملها بيضل مسيطر. يعني هي الاشياء لازم يتفاديها، مثلا يم بسمع بيقولوا كمان انه ما لازم يشرب كحول، ما لازم الادويه القويه مثل الليزر بالمحلات السهر. بيقولوا كمان انه ممكن هول ما بيسوي الضوء القوي مضبوط ممكن تتريجر في، يعني عند بعض الاشخاص ممكن تصير، بس حسب الشخص. يعني برجع اقول انه اذا انا شخص بعرف انه الضوء ممكن تتريجر سيجر، دان بدي اتفادى الضوء. بس عند اشخاص تانية يمكن ما يكون التعب الجسدي، يعني اذا مريضه اذا مقربه مثل ما بنقول، اذا في اي شيء الافضل نضلنا بالبيت او نضلنا مع عالم عارفين، يعني ما نظهر على الطريق كثير، خاصه اذا ما بنخبر عن الموضوع. يعني هيك كمان من الاشياء اللي لازم ننتبه لها، صح؟ يعني للشخص اللي عنده ابيلابسي ولكل الاشخاص عامه. يعني اذا حاسس حاله الواحد عنده غريب، الافضل يبقى بالبيت ويرتاح وما يعدي غيره. يعني كمان الابيلابسي ما بتعدي هون، لا قصدي الغريب، قصدي الغريب. ايه لا منه مرض يعني كمان الابيلابسي. لا الغريب ممكن يعدي، بس هي من شو بتجي مضبوط الابيلابسي؟ في كثير ثيوريز، بس ما بتصور بعد عرفوا اكزاكتلي شو الاسباب. مرات بيكون في اريا بس بالبرين يلي عم بتبعت هدول الالكتريك امبلسز الغلط. اوكي، بيصير من وراء الستريس ام هيك يعني، ام تروما ام شيء معين. الهيد تروما اذا شخص اكل ضربه على راسه ممكن بعدين يرجع يصير عنده كمان نوبات ابيلابسي. وبتجي تنتقل من الام وراثيا؟ وراثيا ما بعرف النسبه بالتحديد، بس اجمالا ممكن تكون وراثيه مثل كثير اشياء ثانيه، بس ماني متاكده من النسبه المئويه للوراثي. كل كيس، يعني اهم شيء الواحد يعرف انه كل شخص ديفرنت الحاله تبعوله. في مرات ما بينعرف اكزاكتلي اللوكيشن بالبرين اللي عم بتسبب هيدول الكهرباء، مرات بينعرف وبينعمل عمليه لا تنجلي. يعني هدول التريتمنتس في كثير اوبشنز. يعني هيدا الضروري الانسان كمان الناس تعرف انه في كثير احتمالات وفي كثير تشويسز للعلاجات. يعني ما بقى مثل من زمان، هلا صار عندنا اوبشنز الحمد لله. الحمد لله. في كمان بيقولوا ايام انه الهزه مثل ما بسموها هزه الحيط بتصير من وراء حراره عاليه، عند هالشيء مزبوط؟ كنا نقول هزة الحيط هي كمان بتعتبر الإبيليبسي. مزبوط، بسموها هيك مرات، وهي للهزة التشنجات هيك بسموها. الحرارة ممكن تسبب تشنجات وتسبب سيجر عند الأطفال. اوكي، بس الحرارة العالية تعتبر إبيليبسي بتصير تنتقل؟ لا ما في إيفيدنس إنه الأشخاص اللي كان عندهم سيجرز، فيبرال سيجرز هدول اسمهم، من وراء الحرارة العالية مش ضروري بس يكبروا يصير عندهم ابيلابسي. اوكي، وما بس عم نحكي عن حرارة كثير عالية، مش هيك الأمات لازم يضلوا منتبهين إذا على الحرارة عند الأولاد. اوكي، ومع الوقت ممكن الشخص اللي معه ابيلابسي يتخطيها، يبطل معه هيدي الحالة؟ حسب إذا العلاج مزبوط وعم بيتابع مزبوط، بتكون أندر كنترول وبيعيش حياة طبيعية. اندر كنترول، بس ما بيوقف الدواء؟ لا، هيدي ما بتصير. بس خليني اقول لك شغله، بكل الاشياء المزمنه الشخص بده يتعايش مع هيدا الوضع وتصير هو مسيطر عليه مش هي مسيطر عليه. اوكي، يعني هو مسيطر على الابيلابسي مش الابيلابسي مسيطر عليه. هلا بدي اتشكرك على وجودك معنا اليوم، ميرسي على هالزواده الكبيره اللي اعطيتينا اياها، يلي بنتامل انه تساعد العالم تحكي وتخبر اكثر عن الابيلابسي. ما تستحي تقول انه تعرف عن هيدا، بالعكس كمان بتكون عم بتساعد غيرها مش بس عم تحمي حالها.
مشاهدينا رح نستقبل بعد الفاصل الاختصاصي نيكولا رزق، اختصاصي بعلم النفس، يخبرنا أكثر عن كهربة الرأس من الميلة النفسية، كيف ممكن تأثر على الشخص اللي معه إبيليبسي.